السلام عليكم. راح نشرح أداة البايثون وكيف تحملون الفليكس في الماك. في البداية البايثون تول راح تستخدم ال A L R، هذا النوع اللي طلع من بارسر. في البداية كيف تحملينه؟ راح تدخلي على التيرمينال، بعد ما يفتح راح تضعين هذا الأمر، تضغطين انتر، بيتحمل عندك، راح ياخذ ثواني معدودة. بعد ما يتحمل بيطلع لك انه التحميل تم بنجاح. بعد ما يتم التحميل بنجاح راح تضعين هذا الامر مرة ثانية او الامر بعدها، تضغطين انتر وراح يتحمل لك الفليكس. بعد ما يتحمل الفليكس راح تحملين البايثون باستخدام هذا الامر. خلونا نشرح بشكل سريع ايش هو الليكس والياك وكيف نربطهم في بعض. في البداية الليكس راح تاخذ، عفوا، راح تاخذ ملف احنا كتبناه، فيه الأكواد إحنا كتبناها بصيغة .dat.l، راح ندخلها على الليكس. الليكس راح تطلع لنا هذا الملف. الملف هذا راح يدخل على سي كومبايلر ويطلع لنا ملف ال a.out. ال a.out راح ياخذ input اللي هو كود اليوزر، وراح يطلع لنا التوكنز. التوكنز هي التايب المسموحة اللي إحنا سمحناها وضعناها في هذا الملف، إنه لغتنا تحتوي على هذا العنوان. طيب كيف نربط الليكس واللياك، أو إيش الرابط بينهم؟ راح يدخل الانبوت اللي هو كود اليوزر، عندنا هذه الفانكشن راح تطلع لنا توكنز. التوكنز تطلع توكن واحد at a time، راح ترسله للواي واي بارس. واي واي بارس في كل مرة تحتاج توكن راح تنادي الواي واي ليكس، أو في الأخير إذا قدرت تطلع البارس انبوت، بارس انبوت، أو راح تقول لك إن عندك syntax error. هذا باختصار إيش هو الليكس والياك. خلونا نفتح. بعد ما حملتوا البايثون في أجهزتكم راح تدخلون على هذا الباث اللي هو المكان اللي تحمل فيه الفليكس عندكم. طبعا أول ما تحملونه، أول ما تفتحونه راح تلقون هذول الملفين فقط. بعدين إيش تسوون؟ راح تفتحون على التكست إديتور من هنا، تكست اديتور. بعد ما تفتحونه راح تكتبون ملف اكواد الفليكس وتحفظونه بصيغه دوت ال. انا عندي هذا الفليكس كتبته اوريدي بلغتنا. هنا اللايبراري والديكلاريشن، هنا التوكنز، انواع التوكنز في لغتنا، كولون، سيمي كولون، ايكوال، نت ايكوال، ستارت، اف، سويتش، وهنا اديشنال كود. حفظتها في صيغه دوت ال. بعدين سويت، فتحت ملف تكست آخر وضعت فيه كود البايثون اللي هو نفس الشيء، من هنا اللايبراري والديكليريشن، بعدين وضعت هذه التوكن، وضعت جميع أنواع التوكن اللي أنا حددتها في الفليكس. بعدين بعد هذه العلامة وضعنا الجرامر حقتنا. الجرامر حقتنا تحتوي على meaningful message، لو كان عنده أخطاء إحنا حاولنا نقص، يعني نضع أغلب الأخطاء اللي ممكن يواجهها اليوزر. بعد كذا راح طبعا هذه الجرامر تبعنا كاملة. بعد كذا في عندنا هنا المين، من هنا فعليا راح يبدأ الكود، راح ينادي على البارسر ويبدأ يحاول يبني. طيب خلونا نجرب، نسكره، نفتح التيرمينال ونكتب cd، وبعدين نسحب باث الملف عشان يفتح لي اياه، اضغطه تغير اسم التيرمينال، يعني ان احنا موجودين في هذا. ايش بكتب؟ بكتب هذا الامر فليكس، بعدين اسم الملف اللي حفظت فيه اكواد الفليكس دات ال اللي هو هذا عندنا. بعد ما سويت هذا الامر راح يطلع لنا الملف هذا. الان راح اضع هذا الامر اللي هو أمر الديباج للبايثون. بعدين آخر شيء تضعون اسم الملف اللي كتبته فيه أكواد البايثون دات واي اللي هو هذا عندي أنا. تمام، هذه تطلع لكم هذه الملفات. الآن راح أربط. طبعا عندنا ريديوس وشيفت لأن عشان المينينغفول مسج، لكن ما راح يتأثر علينا، راح يشتغل الكود بإذن الله كويس. الآن ربطت ملف البايثون مع ملف الليكس باستخدام هذا الأمر كامل.
الآن كل شيء تمام، عندنا warning بس ما عندنا أخطاء. فتحت ملف آخر من text editor وسميته كود بصيغة دات جافا. الآن راح نكتب ملف، عفواً راح نكتب كود، الكود هذا المفروض إنه يكون صحيح. طيب لغتنا تبدأ بش اسمه، باسم بعدين start. start ضرورية عندنا. راح أحط variables مثلا نقول first name last name password مثلا كلهم string. بعدين عندنا age مثلا نقول من نوع integer. ممكن أحط function ترجع void parameter نقول first name من نوع string. إيش تسوي هذا function؟ مثلا نقول إنها print if name مثلا. مثلا نخلي اليوزر قبل ينادي الفانكشن، نخليه يدخل first name last name والباسورد مثلا. مثلا نسوي recursion اللي هو function جوا function. function 2 مثلا last name راح تطبع لنا last name. ايش ممكن احط؟ راح احط هنا اذا كان if statement اذا الاثنين equal الباسورد مثلا. لما يتساوى خلي الباسورد طبعا الكود ما له معنى لكن عشان نتأكد انه scientifically correct. ممكن احط هنا مثلا اعدل على age، age equal مثلا age plus 9 مثلا. احفظ الملف ومن هنا راح اسوي له راح اتاكد انه هل في syntax error ولا لا. طبعا باستخدام هذا الامر dot slash run بعدين هذا واسم الملف حقي dot java. المفترض الان انه ما يطلع لي اي error no errors لان احنا كاتبينه في الصيغه الصحيحه للغتنا. لو نحط error مثلا مثلا شينا لا ما ندخل مثلا نشيل كلمة start لأن بما أنها أساسية عندنا. أحفظها تمام. قال عندك syntax error at line one syntax error at line one. إيش هو؟ يقترح لك solution اللي هو start keyword is missed. تحتاج كلمة start تضعها هنا لأنها ضرورية في لغتنا. أو كذا نكون انتهينا. إن شاء الله استفدتوا.